من يومين تقريبا الدنيا كلها كانت بتتكلم عن سيده الكرنك زي ما لقبوها السيده رضا اللي هي من بني سويف. هتقولي اتكلموا فين؟ اقول لك على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي كانت السبب الرئيسي في رجوع سيده الكرنك او السيده رضا الى بيتها مره تانية بعد ما تاهت من اهلها وهي عندها 5 سنين. والدتها بتشتغل بائعه جنب شريط السكه الحديد في الفاشن في بني سويف. كانت بتلعب جنب والدتها، ركبت القطر بالغلط، القطر اتحرك طلعت على فين؟ طلعت على الأقصر. 45 سنة الست دي عايشة في الأقصر وتجوزت وخلفت 4 أولاد وزوجها توفى وعاشت حياتها بالكامل، لكن ما زال عندها حلم وأمل إن هي ترجع مرة تانية لأهلها، وفي نفس الوقت أهلها برضو كانوا بيدوروا عليها لحد ما القدر جمعهم مرة تانية. تفاصيل مثيرة الحقيقة في رحلة السيدة رضا هنعرفها من خلال هذا التقرير. فرحانة قوي على بنت، فرحانة بعد 45 سنة، بعد 45 سنة وروحي ردت. أول ما شفت أمي أنا اترميت في حضنها وهي تقول بنتي وأنا أصرخ، حسيت إن مش عارفة أقول لك إيه، إحنا اترمينا في الأرض وهي غمرت وانا غمرت مش عارفه اقول لك ايه يا امي والله، عسى انا فرحانه عشان بقول يا امي دلوقتي انا بقيت ليا ناس وليا عزوه.